تعد أول كاتبة ومترجمة وإعلامية ورحالة مغاربية ترجمت أعمالها إلى الإنجليزية قبل أن تجد طريقها إلى العربية وتكسر طوق التجاهل والإقصاء. هي التي لم تكن تجرؤ في البداية على توقيع أعمالها. ليلى أبو زيد. عرفت النور عام 1950 بنواحي مدينة بني ملال، ثم انتقلت إلى الرباط في فترة لاحقة من عمرها لتدرس الأدب الإنجليزي بجامعة محمد الخامس التي حصلت فيها على الإجازة قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أتمت دراستها في جامعة تكساس واشتغلت هناك أيضا في حقلي الترجمة والتأليف. بدأت حياتها المهنية كصحفية في التلفزيون وعملت في عدة دواوين وزارية من بينها ديوان الوزير الأول. كتبت الرواية والقصة والسيرة النبوية والسيرة الذاتية وأدب الرحلة، وترجمت من الإنجليزية إلى العربية سيرة الملك محمد الخامس والسيرة الذاتية لمالكوم إكس. ترجمت أعمالها إلى الإنجليزية والألمانية والهولندية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والمالطية وحتى الأردية. من أبرز أعمالها عام الفيل، الفصل الأخير، رجوع إلى الطفولة. تعتز ليلى بمغربيتها أيما اعتزاز، لم تغير منها إقامتها الطويلة في أمريكا شيئا، وبقيت وفية لذاكرتها الثقافية واللغوية.